مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سجق دجاج. عندي كيلو سفاين، حبة فليفلة حمراء مقطعة بهيدا الشكل، 4 حبات ثوم مهروسين ناعم، ملعقة صغيرة كمون ناعم، ملعقة صغيرة 7 بهارات، ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة حر ناعم، نص ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، نص ملعقة صغيرة جنجر ناعم، نص ملعقة صغيرة نعناع، وملعقتين صغار ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط السفاين بالمكنة، كمان بحط الفليفلة، بحط البهارات كلياتهم مع الملح. حط الثوم كمان. بسم الله. بس نعمتهم منيح، هلا بحطهم بجاط. بسم الله. ريحة بتعقد كتير طيبة. لنكفي الطريقة مع بعض. عندي مي، وعندي الخلطة اللي عملتها أنا وياكم، وعندي نايلو بتتحمل الحرارة. بغطي إيدي شوي بالمي، بعمل بهذا الشكل. المي مع عشبة لزق المكونات. هذه الطريقة. حطها بهذه الطريقة. بسم الله. بضغط عليها وبلفها بهذا الشكل. بضغط عليها من هون كمان نفس الشيء من هذه الميلة. هذا الشكل. حطها على جنب وبكفي الباقيين. نفس الطريقة كمان بعمل، بغط ايدي بالماي، بشيل من الخلطة هذا الشكل. وبلفها بالنايلو. بضغطها كمان نفس الشي، بضغطها من تاني ميلة هيدا الشكل. هول السجق بعد ما لفيتهم بهيدا الشكل وكمان عم بغلي مي. هيدي المي المغلية حط بقلب السجق بهيدا الشكل. بسم الله. حطهم بالمي السخنة حوالي دقيقة. بعد ما غليتهم دقيقة هلا بحطهم بمي مسقعة. بعد ما حطيتهم بالمي الباردة وبردوا منيح، هلا بشيلهم من المي. بعد ما عملنا طريقة الغلي، هلا بدنا نشيل النايلو عن السوسج هيدا الشكل. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. فينا اذا حبينا نعملهم بهيدي الطريقة.
حط زيت زيتون بمقله، حطهم بالزيت وبقليهم على الغاز. فينا كمان نحطهم بالفريزر. هذا السجق اللي عملته انا وياكم. بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير عيش الصراي بسميد. عندي كوب سكر وكوب سميد وكوبين مي. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. بحط السكر بالطنجره وبحركهم على نار خفيفه على الغاز. بحرك تحريك مستمر عشان ما يحرق السكر. كمان بحرك تحريك مستمر. بعد ما كبطل السكر هلأ بلش يدوب. ما تخافوا اذا كتل السكر، ما بيأثر، هي بيدوب مثل ما شايفين ما بينتزع. قد ما فينا كمان بننتبه للون السكر احلى ما يحرق. بصروا بهيدا اللون البني الفاتح. هلا بحط فوقهم المي. رح احط فوق الملعقة صغيرة سمنة، بتعطي نكهة كتير طيبة. بحرك كمان دابة السمنة وداب السكر. هلا بدي احط سميد. بسم الله. كمان بحرك تحريك مستمر ليشتد المزيج مع بعض. قالب، بس اشتد المزيج بهذا الشكل هلا بحطهم بقالب. عندي قالب دهنته بالزيت. هلا بدي مد العجينه بقلب القالب. بسم الله. لون العجينه طلع كتير روعه. بس مديت العجينه بهذا الشكل هلا بدي اجهز انا وياكم للقشطه. عندي كوبين حليب، اكيد الحليب عيرته بنفس كوب سميد والسكر. عندي قشطة أو نوع جبنة ماسكربوني، وعندي ملعقتين طعام نشا وملعقتين طعام سكر وملعقة طعام مزهر. بحط النشا مع الحليب وبحط السكر. بحركهم مع بعض. هلا بحطهم على الغاز وبحركهم تحريك مستمر ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل هلا بحط المزهر وكمان القشطة. بسم الله. بحركهم مع بعض منيح. انتبهوا النشا بتحطوا معلقتين طعام ملانين منيح، او اذا حبيتوا بتحطوا 3 معالق طعام ملانين. بس حركتهم مع بعض هلا بدي احطهم على الوجه. بسم الله. هلا بحطهم على جنب ليصيروا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي 3 ساعات. هيدي عيش الصراي بعد ما سقعت بالبراد 3 ساعات. هلا بدي شيلها من القالب. بسم الله. دهنت القالب زيت عشان هيك دغري تنشال. بزين فستق حلبي. هلا بدي اقص قطعة انا وياكم شوف كيف طلعت. واو بتعقد. هيدا الشكل النهائي. بتتقدم عيش الصراي بهيدا الشكل ومنحط عليها شوية قطر بهيدي الطريقة. هيدي عيش الصراي اللي عملتها انا وياكم. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. If you want to see this recipe it's in the description box. باي باي.